حضراتكم وبسرعة جدا. أعتقد أن الكثير من الهري على السوشيال ميديا والاهتمام عند الناس الجد اللي زي حالاتي، كلنا مركزين على ما يطلق عليه القمة العربية الأمريكية، شغلانة قوي الموضوع ده. خلونا نتفق في البداية أنه مش الطبيعي أنها تشغلنا إلى هذا الحد، لسبب بسيط، ان كل المعلومات المتاحة عنها لحد دلوقتي هي اقل بكتير من اللي اكيد بين ايدين القادة اللي هيحضروها. والاهم والاكثر اهمية هو ان ثقتنا في ان القائم على عملية التغيير هو يعلم طبيعة دوره وهو يديره، وليس من حقنا ان كل ده يبقى مطروح. وهفكركم بمعلومة مهمة جدا، أعتقد أن في أزمنة الاستقرار لم تكن السياسة الخارجية هي سياسة الإعلان عن المواقف، وبالتالي قبل الهري وقبل اللجان وقبل الأصوات العالية على الشاشات، أرجوكم خلوا المسطرة بتاعتنا تكون واضحة قدام عينينا. هذا هو شأن خارجي، الحضور فيه يقيمه القائمين على الأمر، وإن من يدير المشهد بالكامل فيما يتعلق بمصر هو القائم على عملية التغيير. فالمسألة واضحة، ثقتنا في قدرته على الإدارة برؤية النتائج في كل الثلاث سنين اللي فاتوا بتقول إن احنا محظوظين جدا جدا، لأن النتائج فيما يتعلق بالسياسة الخارجية طوال الوقت كانت لصالح الدولة المصرية. طيب، علشان قبل الحكاية ما تتلخبط، الزيارة المفترض إنها يوم 20 ويوم 21، يعني يوم السبت ويوم الحد. الزيارة دي هتبقى أول زيارة للرئيس الأمريكي وخارج أرضه، والزيارة دي هتكون للمملكة العربية السعودية. في اليومين دول اللي هي السبت والحد هيتم فيها عقد ثلاث قمم، وخليكم معايا. الثلاث قمم دول، القمة الأولى هتكون مع الملك سلمان بن عبد العزيز، القمة الثانية مع دول مجلس التعاون، والقمتين دول لازم يبقى شعارهم الرئيسي الشعار الاقتصادي، لأن دي دول النفط واللي ربطت إنتاج النفط بالدولار اللي هي عملة الولايات المتحدة، وبالتالي دي مش أي حزلقة مننا، دي قمة اقتصادية بامتياز، سواء القمة الأمريكية السعودية أو القمة الأمريكية الخليجية مع دول مجلس التعاون، والقمتين هيبقوا اقتصاديين بامتياز، ويعني هيكون لهم ما لهم عليهم ما عليهم، احنا ما نعرفش عنهم لسه أي حاجة، ولا حتى هيبقى متاح يتعرف بسرعة بعديها. طيب، كل التكهنات اللي شغالة هي تكهنات بناء على قراءتنا لشخصية ترامب البيزنس مان والذي يجيد عملية الاقتصاد. طيب، القمة الثالثة هتكون القمة الموسعة واللي هتكون مع الدول الإسلامية والعربية الحاجة و30 المعزومين إلى هذه القمة. احنا هنا محتاجين نقف بس وقفة صغيرة قوي. من أوائل الدعوات اللي وجهت كانت الدعوة اللي وجهت للرئيس عبد الفتاح السيسي، وفجأة ما كانش فيه أي حاجة غير إن في تثمين لهذه الدعوة، ولكن وجدنا بعض التسريبات الإسرائيلية الأمريكية اللي بتتحدث أن الرئيس المصري ربما لن يحضر هذه القمة، وبناء عليه كان في اتصال وحيد أيضا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يكون عدى قدام حضراتكم دون أن تلتفتوا إلى ما بين سطوره. في الاتصال الهاتفي ده بعديه تأكد حضور السيد الرئيس لهذه القمة. من بين الاتنين دول على مسؤولية بين السطور بنقول الآتي، إنه ربما يكون بنسبة فوق 75% هيكون في قمة بديلة لقمة عمان الأردن سوف تجمع ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس المصري والملك الأردني ورئيس السلطة الفلسطينية. يعني في الحالة دي هيبقوا كام قمة؟ أربع قمم، القمة المصرية الفلسطينية الأردنية الأمريكية، دي القمة اللي ربما تكون كانت ضمن الاتصال الهاتفي. طيب، القمة دي إيه؟ إزاي قدرنا نروح لما بين السطور علشان نقول الكلام ده؟ أولا كان في قمة مزمع عقدها في الأردن، ولكن وفقا لجدول الزيارة
الرئيس الأمريكي هيطلع من السعودية في زيارة لإسرائيل، ومن ثم أراضي السلطة الفلسطينية مدينة بيت لحم، وبالتالي القمة دي هيتم تقديمها وعملها في المملكة العربية السعودية. طيب هل القمة دي هي كانت بشكل أو بآخر مبرر كافي أن الرئيس المصري، يعني زي ما التكهنات الأمريكية والإسرائيلية قالت إذا كانت صادقة أنه يحضر؟ ليه بقولها تكهنات؟ لأن من البداية إحنا اتفقنا أن القائم على عملية التغيير هو لديه الصلاحية الكاملة والثقة المطلقة من ظهيره بأن هو القادر على تقييم وتقدير عملية الحضور من الغياب. ده مش حقنا علشان الكلام الكتير اللي معمول على السوشيال ميديا. طيب هل ده معناه أن القمة الرابعة دي تم عقدها أو تقديمها لما دار في هذه المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي والرئيس المصري؟ وارد، أقل شيء في المنهج العلمي أن هذا وارد. إذن هم ثلاث قمم تم الإعلان عنهم. التكهن من بين السطور بيقول إحنا إذا أربع قمم على الأغلب الأعم، لأن قمة عمان هيتم تقديمها وعملها في الرياض بحضور اللي إحنا قلنا عليهم: رئيس السلطة الفلسطينية، الملك الأردني، الرئيس المصري، الرئيس الأمريكي. وده جهد بين السطور، لان كان في قمه في عمان راحت. ده المنهج العلمي اللي احنا بنشتغل بيه. طيب هنا هيبقى السؤال الثاني الاخطر والاهم. اذا كانت القمه الاولى والثانيه، القمه السعوديه والقمه الخليجيه، هي قمم اقتصاديه بامتياز، ماذا عن الدور السياسي للرئيس الامريكي والذي يجب ان نكون على ثقه انه يتحرك وفقا لما يقرره المؤسسات الأمريكية الحاكمة؟ طيب جبنا منين الكلام ده برضو؟ علشان المنهج العلمي ده لازم يبقى جزء من منهجكم، عشان ما يطلعش إعلامي يزعق فانتوا تصدقوه، ولا خطاب على السوشيال ميديا فننجر ليه، ولا سؤال خطأ من لجنة إخوانية أو سلفية ونقع فيه. مطلوب. شايفين الراجل اللي قدامكم في الصورة العجوز ده؟ انتوا عارفين الراجل ده عنده كام سنة؟ عنده 94 سنة. أكيد كتير من حضراتكم فاكر اسمه. ده هنري كيسنجر. كيسنجر ده وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، اللي قعد مع ترامب ما بين يوم ليوم ونص وفقا للتسريبات، واللي ترامب بعد اللقاء وفقا للفيديو اللي قدام حضراتكم في تصريح رسمي من البيت الأبيض قال إن كيسنجر أعطاه المشورة قبل هذه الزيارة كلها. طيب هل كانت المشورة حوالين ملف سوريا؟ أم كانت المشورة حوالين ملف الشرق الأوسط، يعني القضية الفلسطينية، بما أن في زيارة لإسرائيل وزيارة لأراضي السلطة الفلسطينية لمدينة بيت لحم؟ أيا ما كان، المشهد اللي قدامنا بيقول أن هنري كيسنجر عراب الشرق الأوسط. وهنقول من هو هذا الرجل، ولازم يبقى واضح قدام عينيكو. محدش يطلع يقول لنا ده الدبلوماسي المخضرم، ده كلام إنشائي. لكن هذا الرجل من الخطورة بمكان، برغم عمره الكبير علينا أن احنا نتذكر أن هذا الرجل وهو من هو. هو اللي قعد يدي درس خصوصي لترامب علشان كيفية التعامل سياسيا مع الإقليم. طيب تعالوا نفتكر شوية من هو هنري كيسنجر. هنري كيسنجر ده اللي من مواليد سنة 1923، علشان كده قلت لكم عنده 94 سنة، لكن عقله ما زال متقد. كيسنجر والده كان بيشتغل مدرس معلم، وهو من أصول ألمانية ومن الديانة اليهودية، يعني يهودي ألماني من اللي هربوا من ألمانيا سنة 1938 واستقر في الولايات المتحدة في الوقت ده، وحصل على الجنسية سنة 1948. كيسنجر اشتغل مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي من 69 ل 73، ولما نيجي عند 73 لازم نقف كتير، لأن 73 تاريخ مفصلي في تحول السياسة الغربية تجاه العالم. اتنين، اشتغل بعد كده وزير للخارجية الأمريكية من 73 ل 77، وده كان في عهد الرئيس فورد، جيرالد فورد.
كيسنجر عنده علاقة قوية مع زعماء الشرق الأوسط لأنه لعب دور رئيسي في الصراع العربي الإسرائيلي، ما احنا قلنا أنه هو ألماني يهودي، وكان عنده دور مهم جدا في ترتيب ملفات الحرب سنة 73، وكان عنده دور أخطر في عملية يعني إعداد إسرائيل وتزويدها بالأسلحة بعد الخسارة اللي منيت بيها في حرب 73، وأعتقد كلنا فاكرين دوره في الحرب الباردة ما بين أمريكا وروسيا. الراجل ده لما يقعد يوم ونص في البيت الأبيض قبل أول زيارة لترامب، يبقى المؤسسات الحاكمة في الولايات المتحدة لم تعد تقبل بأن ترامب يبقى البزنس مان وفقط، هيبقى مطلوب جدا أن ترامب يبقى بزنس مان زائد رجل سياسي بامتياز. طيب هل كانت واحدة من النصائح اللي قدمها كيسنجر أن يكون هناك اتصال، وهو اتصال وحيد أجراه الرئيس الأمريكي بأي من القيادات العربية والإسلامية اللي هتبقى موجودة في القمة العربية الإسلامية اللي هتعقد في المملكة، فيكون هذا الاتصال مع الرئيس المصري؟ هل كيسنجر اللي قعد مع الرئيس السيسي أثناء عملية ترشح ترامب، وقيل وقتها أنه كان يريد أن يفك شفرة الرئيس المصري لأن هذا هو عراب الشرق الأوسط والسياسة الخارجية الأمريكية، هو من أوصى بأن غياب الرئيس، يعني إذا كانت التسريبات دقيقة، غياب هيعمل إشكالية؟ الأهم إن إحنا لازم نكون على يقين إن رئيسنا لما يقرر إنه هيحضر هذه القمة يبقى هو يعلم جيدا أين يجلس ومتى يجلس ولماذا يجلس، لأنه ببساطة شديدة لازم نبقى عارفين إن الحضور المصري بقيادة الرئيس السيسي ده معناه إنه في ضبط لإيقاع شيء ما هيحدث في هذه القمة، وهنترك الأمر لوقتها.